عبد الله اتضرب عليه نار واكيد هينتقم. ما تخافيش مفيش حاجه هتحصل، انا ساعه وراجع بالظبط على طول. طب انت هتقابل الشخص ده فين؟ يعني مكانك هيكون فين يعني؟ في المخزن بتاع برواش. طب كويس، انا هجيلك دلوقتي ومعايا حراسه. لا يا حبيبتي مفيش داعي، انا بقول لك ساعه وجاي على طول. طب ممكن تقولي انت هتشتري ايه بالفلوس دي؟ هشتري بيها الماظ يا ملك. تاني الماظ بتهرب تاني؟ مش احنا كنا اتفقنا خلاص؟ حبيبتي دي حاجه ملهاش علاقه بالشغل، دي حاجه قديمه انا برجعها من حد وبديله الفلوس. يلا اتقفلي وارتاحي وانا راجع على طول. يلا باي باي. ايه يا خالد قافل تليفونك ليه بس؟ يا رب بقى. الشنطة قدامك فيها كل الفلوس، خد كل اللي انت عايزه. اللي انا عاوزه مش في الشنطة يا شيماء رضوان، انا عاوز اخد روح. رد عليا بقى يا بابا. خسارة ان عيالك كبروا ومش هيعرفوا يتيتموا زي ما يتيمتني وانا عيل صغير. بس انا هقتلك يا شيماء رضوان، هقتلك زي ما قتلت ابويا وكنت عاوز تقتلني في المحل بتاعه. لا يا عبدالله، مش انا اللي حاولت اقتلك ولا انا اللي قتلت اخويا ماهر. صدقني يا عبدالله، انت ابن اخويا، يعني في مقام ابني وهدية اختي، واكتر كمان ما هي اخت نصر خالك. عبدالله انت في حاجات كتير قوي مش فاهمها، انا هعوضك عن كل حاجه وحشه انا عملتها، وانت ليك حق كبير عندي وانا هرده لك. وكان فين الكلام ده وانت بتولع في اخوك ومراته وابنه؟ والله العظيم ما حصل. انا حاولت اطفي الحريقه على قد ما اقدر، انا رميت نفسي في النار عشان انقذ اخويا، لدرجه ان انا حاولت اشده قميصه طلع في ايدي، حاولت انقذه مره تانيه بس ما كانش ينفع، خلاص كانت النار مسكت فيه، لدرجة إن أنا شايل قميصه معايا لغاية دلوقتي. صدقني يا عبد الله، أنا ما قتلتش ماهر، ما قتلتش أخويا. أنا يمكن غلطتي إن أنا طمعت في الذهب وفي الفلوس. ألو، أنا عاوز أقدم بلاغ، والدي بيتعرض لمحاولة سرقة وقتل، أرجوكوا انقذوه. حاضر، همالي لحضرتك العنوان حالا. المسا فين؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ المسا بتاعت أبويا اللي سرقتوها منه. أنت ناسي إن أمي ونصر عارفين كل حاجة؟ أنا هموتك يا شيمي، هموتك زي ما موتت أبويا يا ملاك. لا يا عبدالله، أنا مش ملاك، بس أنا ما قتلتش ماهر، محدش بيقتل أخوه، بس أنا شطان عشان كنت عارف وشفت اللي عمل الحريقة وقتله، وفضلت طول السنين اللي فاتت دي ساكت وما اتكلمتش، ما قدرتش أتكلم، بس أنا خلاص ما بقتش خايف من أي حاجة. أنا هقول لك كل حاجة، هقول لك اللي ليا واللي عليا، هقول لك اللي أنا عملته واللي عمله غيري. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.